هو إيه المشكلة لما نفرح باللي وصلنا له؟ إحنا ما تولدناش وفي بقنا معلقة دهب، إحنا شقينا وتعبنا وعشنا أيام صعبة، وياما نمنا من غير عشاء. اللي إحنا فيه دلوقتي بعد تعب وشقى سنين، عارفين القرش بيتجاب إزاي؟ ولا لما ربنا يكرمنا الناس مستكترة ده علينا؟ ده لسان حال الثلاثي حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، اللي من وقت للتاني لما بيظهروا مع عربياتهم أو في سفريات برا مصر أو بإكسسوارات ذهب بيتعرضوا للانتقاد والهجوم على السوشيال ميديا لأنهم عملوا الثروات دي من فلوس المهرجانات. ويمكن أجدد سبب لما ظهر كل واحد منهم في فيديو ووراه عربيته الغالية اللي بالملايين، ومش بس كده، ده على كل عربية رقم مميز باسم كل واحد منهم، سبحان العاطي الوهاب. بس اللي ناس كتير ما تعرفهوش إنهم قبل دخولهم مجال الفن والشهرة تعبوا في حياتهم وشقوا كتير وهم صغيرين، لدرجة إنهم عاشوا حياة بؤس فعلا وهم أطفال وما وصلوش لكده بالساهل خالص. ونبتدي بحمو بيكا اللي مؤمن بمقولة اسعى يا عبد، كان بيعمل اللي عليه ويشتغل في محل جزارة وهو صغير، ولما كبر شوية اشتغل عامل سيراميك ومبيض محارة ونجار مسلح، وبعدين اشتغل سواق على توك توك. بس بعدها ربنا كرمه بقى نجم المهرجانات حمو بيكا اللي انت شايفه دلوقتي. اما شاكوش اسمه ما جاش كده من فراغ، لانه كان حلمه يطلع لاعب كرة قدم، وفعلا لعب في نادي الاسماعيلي والمصرية للاتصالات، وكان مركزه دفاع محدش يقدر يعدي منه ويوقفه في مكانه، ومن هنا طلع عليه لقب شاكوش. بس الحال ما كانش ماشي معاه لحد ما بطل كورة وجرب حظه مع الغنى وما كانش واخده جد لحد ما مشيت معاه. وعمر كمال ماشي بمبدأ مفيش حاجة بتيجي بالساهل، وموقفش في مكانه وقال ألاقي شغل بشهادتي، ونزل اشتغل وهو صغير بيبيع شرايط كاسيت، وكمان اشتغل في محطة بنزين في السويس، وبعدها جه القاهرة واشتغل في مطعم وأخد ورث أبوه علشان يعمل بيه أول ألبوم وفشل، ومن هنا اتحدى نفسه لحد ما وصل للي هو فيه دلوقتي. اللي اتقال ان الثلاثي حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال بيصوروا اغنيه جديده بمناسبه عيد الفطر بعنوان انا في البلد دي عظمه، بتقول الشمتانين مستغربين اني بخير لسه، دول غلبانين ومفكرين الحكايه خالصه. ونرجع تاني لما الثلاثي نزلوا صورهم مع عربيتهم، الدنيا قامت وما قعدتش، ودخل معاهم الجمهور في القصه وتفاعل معاهم، فمنهم اللي خد الموضوع بهزار وعلق بسخرية، ومنهم اللي انتقد وغضب ومش عاجبه وشايف ان مغنيين المهرجانات حالهم احسن من اللي معاهم شهادات جامعية من كليات القمة. ورغم ان كل الانتقادات والهجوم ده بسبب نوعية الاغاني اللي بيقدموها، لكن برضو ليهم قبول في الشارع وليهم جمهور كبير جدا من جميع الاعمار في العالم، وده باين في المشاهدات والترندات اللي بيعملوها، وجمهورهم شايف ان اللي هم وصلوا ليه دلوقتي عوض من ربنا ليهم بعد سنين الشقا والتعب اللي محدش يعرف عنها حاجه غيرهم، وهم نفسهم اللي بيستنوا اغانيهم كل مره ويحضروا ليهم حفلاتهم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تتابعنا علشان يوصلك مننا كل جديد.